السلام عليكم، مرحبا في قناة منى مدربة سواقة في أبو ظبي. طبعا أولا أشكركم على الدعم، على المشاهدين الجدد على الاشتراك وعلى كل الملاحظات والاقتراحات الموجودة تحت في صندوق الوصف. فاليوم طبعا معنا فيديو جديد اللي هو خاص يوتيرن قبل الإشارة الضوئية. الحين أنا موجودة في باركين جانبي، الحين سوف ننطلق. فالإشارة فاتحة، أنتظر شوي. اليوتر قبل الإشارة الضوئية فعادة بيكون يا إما جزيرة ضيقة أو عريضة. هذا اليوتر اللي حنشوف معاكم جزيرة عريضة، بمعنى أكبر من طول السيارة أو المركبة أثناء الانعطاف إلى الخلف. فزي ما بتلاحظون طلعنا من الباركين الجانبي، أغير مساري تدريجي من اليمين لثاني مسار إلى ثالث مسار وإلى أقصى اليسار. ليش؟ لأن اليوتر دائما من أقصى اليسار. إشارة يسار زي ما بتلاحظون، إشارة ضوئية أمامي. طبعا اليوتر لأن سوف نقوم به الحين وهو قبل الإشارة الضوئية زي ما بتلاحظون، فمعناته لازم أكون على المسار أقصى اليسار. والإشارة طبعا الجزيرة عريضة زي ما بتلاحظون، لازم نكون حاضرين كتير على هذا النوع من اليوتيرنات اللي وتعتبر يوتيرن قبل الإشارة الضوئية. لماذا؟ لأنه طبعا هذا اليوتيرن قبل التقاطع المنظم بالإشارة الضوئية، فأحيانا بتكون إشارة يعني فاتحة وأنا لفيت يوتيرن. زي ما بتلاحظون يوتيرن عريض، عندي قف إجباري لازم أوقف، الإشارة فاتحة، انتبه الحين خفت، اطلع على اقصى اليسار واكون منتبهة، بعدين ادخل على هذا المسار اللي هو نفس اليسار، وانتبه دائما على المسارات اللي جنبي من اليمين لان احتمال بتكون اشارة فاتحة وسيارات قادمة سريعة جدا لان الاشارة خضراء. فلهذا لازم نكون حذرين جدا واحنا داخلين على هذا النوع من اليوتر. هعيده مرة ثانية، ارجع مرة ثانية، مسار يسار أقصى اليسار. أنا عاوزة أوضح للإخوان والأخوات مبتدئات في القيادة، هذا النوع من اليوتيرنات اللي بيكون قبل الإشارة الضوئية زي ما بتلاحظون. أنا الحين عندي قف إجباري، قف، أنتبه الإشارة فتحة، فأنا أنتظر يعني براقب اليمين بتاعي لأن الإشارة فتحة. أول طبعا بلاقي فرصة، بس دائما الأمان أولا، السلامة أولا، ثم الدخول على المسار اليسار. ما في حدا، أطلع المسار اليسار، أدخل عليه بسرعة معينة حتى أتماشى مع نفس سرعة الشارع اللي أنا دخلت عليه. أوكي، أغير مساري للوسط تدريجي. طبعا أنا اللي بقود السيارة، الكاميرا طبعا هي حطها على لوحة داشبورد عشان كده بتصور بس الأمام. فالحين أنا مرة تانية هروح أعيد معاكم التمرين نفسه، يوتيرن قبل الإشارة الضوئية اللي هو جدا مهم وهو موجود بكثرة داخل مدينة. إحنا أصلا أنا موجودة الحين داخل أبو ظبي شارع المرور، يعني تحديدا. فأنا عاوزة أعمل لكم هذا التمرين حتى ننتبه أثناء القيادة خصوصا للمبتدئين. طبعا احنا الهدف من هذا الشيء كامل، من هذه الأمور كلها، للمبتدئ أنه يكون عنده خلفية على أنواع اليوتيرنات. الإشارة مفتوحة، بوقف، أصلا عندي قف إجباري وأنتظر. زي ما بتلاحظون السيارات قادمة من الجهة الثانية، من جهة اليمين. الحين أنا أدخل على اليسار،
التزم بمساري، انتبهوا على الشهم، بعدين انتبه مرة ثانية وادخل على نفس المسار هذا اليسار، اقصى اليسار، بعدين اغير تدريجي سيارتي للمسار اللي جنبي على اليمين، بعدين كمان مرة ثانية اغير مساري للمسار اللي قبل المسار اليمين. فزي ما بتلاحظون هذا يسمى يوتيرن قبل الإشارة الضوئية، ودائما اكون منتبهة خصوصا اذا كانت الإشارة فاتحة وانا جاية من يوتيرن سواء عريض او ضيق، هذا لا يفرق، ولكن المهم عندي وانني انتبه للسيارات القادمة عندما تكون الإشارة فاتحة، هذا الهدف. وأول لازم يكون السلامة اولا، ثم السلامة ثانيا، ثم القيادة ثالثا. فإخواني أخواتي المشتركين عندي في القناة أو المشاهدين الكرام، أشكركم على المشاهدة، وطبعا نلقاكم إن شاء الله في فيديو قادم معي أنا منى مدربة سواقة في أبو ظبي. أي اقتراحات أي ملاحظات لا تترددوا في الكتابة. إلى اللقاء.